الوتر الثاني من اوتار الجيتار مع النوتة. انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. اهلا بيكم، الحلقة التانية من حلقات قراية النوتة مع أوتار الجيتار. هناخد الوتر التاني في السريع. قبل ما نتكلم عن أوتار الجيتار في المجموعة بتاعتنا، أحب نراجع مع بعض مجموعة الأزمنة بتاعة النوت الموسيقية اللي احنا غالبا هنستعملها. أول زمن عندنا النوتة الكاملة. النوتة الكاملة دي مش عدة واحدة للأسف، هي أربع عدات. يعني زمن النوتة الكامل أربع عدات، نصها هاف نوت، يعني هيبقى زمنها اتنين بس. فأنا بعزف النوتة وعد اتنين، واحد اتنين، واعزف النوتة اللي بعدها. طب نص الهاف ايه؟ هيبقى كورتر، اللي هي العدة الواحدة، اللي هو احنا غالبا بنلاقيه على المترونوم. بيقولك المترونوم ده 60 عدة في الدقيقة. 60 عدة من انهي نوع؟ من النوع رقم ربع النوتة، ده اللي هو اربعة ده. عشان كده انت هتلاقي دايما التايم سيجنتشر اللي هو بيبقى موجود في اول المزورة 4 على 4، يعني 4 من ربع النوت، 4 من ربع النوتة الكاملة دي، 4 من الواحدة عدة الواحدة، 4 عدات في المزورة الواحدة، 4 على 4، 6 على 4، 5 على 4، 7 على 4، على حسب لو انت هتعد بالعدة الواحدة اللي هي كورتر نوت. دي عبارة عن عدة واحدة، يعني اللي احنا قلنا قبل كده الهول نوت هتبقى 4 عدات، 2 3 4 هاف نوت 2، ودلوقتي العدة بتاعتنا 1 1 1 1. فكل مرة اعزف النوتة ديت اعد العدة ديت اللي هي بتترسم عندنا بالرسمة بتاعت الدايرة ديت بس السودة وفيها عصاية. في زمن تاني بعد الواحد ده، بعد اللي هي اسف بعد اللي هي كورتر نوت، احنا قلنا الهول نوت 4، الهاف نوت 2، الكورتر 1. في واحدة كمان التمن بقى، يعني ربع النوتة يتقسم اتنين التمن، يعني بدل ما اقول واحد انا بحاول اقسمها بصوتي عشان ايه اعرف اقسمها اتنين، تبقى واحد واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة. خلي بالك كل واحدة واحد في نوتين، نوتين في العدة الواحدة. لو انت بتقرأ كتاب انجليزي، الهول نوت الامريكاني ديت هيسموها سيمي بريف. تاني حقا نوتة اللي هي هتبقى الدايرة فاضية برضو بس فيها عصاية سواء فوق او تحت. الدايرة دي الفاضية اللي ليها عصاية فوق او تحت دي بتبقى هاف نوت بالامريكاني، بالانجليزي بيسموها مينيم. بالنسبة للكورتر نوت اللي هي بالامريكاني اللي هي العدة الواحدة ديت بيسموها الاخوان الانجليز كروتشت. التمن بتاع النوتة اللي هو اللي بنقسم النوتة الواحدة اللي هي كورتر نوت دي اتنين، دي بيسموها الانجليز كويفر. المدرج الموسيقي عندنا خمس خطوط واربع مسافات. المسافات الاربعة دي سهلة قوي، حروف كلمة بالانجليزي فيس، F-A-C-E فيس وش. خمس خطوط ليهم جملة مشهورة، every good boy does fine، every E-G-B-D-F every good boy does fine، سهل جدا E-G-B-D-F. خدنا خلاص الأزمنة بتاعت النوت. دلوقتي نبدأ نشوف النوت لو مرسومة عندي على المدرج علشان تطلع عندي على الوتر التاني في أول ثلاث خانات هتبقى فين. أول نوتة هنشوفها اللي بتترسم بالظبط في نص المدرج الموسيقي، every good boy، every good boy، الحتة بتاعت boy، كلمة في النص، البي، حرف البي أو السي، حرف البي أو نوتة السي بالفرنساوي، دي هتبقى الوتر التاني فاضي. انا راكن دلوقتي بصباعي على الوتر السادس وبالصباع الاول بعزف الوتر التاني فاضي، تبقى دي نوتة البي. بعد البي سي، بعد البي سي بتبقى بالوتر التاني الصباع الاول، تاني نوتة هتبقى بالصباع التالت دي، الدي الصباع الثالث اللي هي اساسا every good boy does fine، دي في اخر اللي هي الكلمه الرابعه قبل ما الجمله تخلص بالصباع الثالث. طيب سي احنا قلنا اف اي سي اي فيس، المسافه الاولى اف، ثاني مسافه اي، ثالث مسافه سي، فده السي بتاعتي اللي هي الدو. فبتمرن بان انا بحط ايدي صباعي الابهام على الوتر السادس وابتدي اتمرن على التلات نوت دول.
وابتدي رايح جاي بقى كمان. سهلين جدا، الوتر الاول والتاني 1 0 1 3 0 1 3، يعني بناخد الوترين مع بعض دلوقتي. والجيتار الالكتريك كذلك. هناخد دلوقتي تمرين على الوترين الاولاني والتاني سوا. التمرين بيقول اول مزورة عندي بتبقى الوتر المي فاضي وعدتين وبعدها الفا 1 2 3 4، بعدين سول فا مي 2. طيب خلاص مزورتين الاولين ده سهلين جدا، 2 2 1 2 1 2. المزورة اللي بعدها انا بتنقل على الوتر اللي بعده اللي هو اللي فوقيه على طول، الوتر نمرة 2 بي سي دي سي بي. فاحنا عملنا نفس بيسموه سيكونس، يعني ترتيب نوت. ترتيب النوت اللي احنا عملناه على الوتر الاولاني هو نفسه اللي عملناه على الوتر الثاني، ودي تعتبر جملة موسيقية مشهورة انك تسمع الجملة الموسيقية من مكانين مختلفين على نفس السلم. فنعزف الجملة الاولانية، قالت E F G F E 2 B C D C B، وبعدين بيعمل جملة تانية إلى نهاية الجملة الموسيقية أو السطر الموسيقي دوت، هيبقى C D E F G 2 G 2 C 2 3 4. نعزف بقى السطر كله على بعضه، E 2 F 2 G F E 2 B 2 C 2 D C B 2 C D E F G 2 G 2 C 2 3 4. التمرين ده ممكن يتعمل برضو على الجيتار الكلاسيك بتبديل الصباع الاي والام، او الاول صباعين السبابة والوسطى وساند صباع الابهام على الوتر السادس. بكده نبقى خلصنا اول وترين من الجيتار، واشوفكم الحلقة الجاية في بقية الاوتار.